السلام عليكم، معاكم دكتور محمود فتوح المدير التنفيذي لمركز تدريب اليقظة وتسجيل الأدوية، وده أول فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي ناويين نقدمها إن شاء الله. طيب إيه الغرض من سلسلة الفيديوهات دي؟ الغرض الأول نعرف الناس بالخدمات اللي بنقدمها في مركز تدريب اليقظة وتسجيل الأدوية. الغرض الثاني نعرفكم سواء كنتوا أعضاء مهن طبية أو غير طبية بالمستحضرات اللي ممكن نسجلها، سواء كانت أدوية بشرية أو بطارية أو تجميل أو وإيه أهم المستحضرات اللي ممكن نسجلها في المجالات المختلفة. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة لصفحتنا على الفيسبوك عشان توصل لكم كل الفيديوهات وكل أخبار التسجيل أول بأول. لو بتشوفنا على اليوتيوب دوس لايك وعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.